النعناع بيحتوي على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات، وطبعا له فوائد عديدة جدا. ازاي نزرع النعناع؟ اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن كيفيه زراعه النعناع بطريقه صحيحه جدا، وهنتكلم عن تكاثر النعناع، وكمان هنتكلم عن فوائد النعناع. طبعا النعناع دوت لابد يعني لا يخلو منه اي بيت مطلقا. هنتكلم عليه ايه اسباب فشل زراعه النعناع. يجب عليك ان تحضر حزمه نعناع تكون اغصانها قويه وغليظه، يعني لابد ان تكون الاعواد قويه جدا وغليظه، يعني لون الغصن يكون بني تقريبا وقوي. وبعد كده قم بازاله الاوراق زي ما احنا شايفين كده. لازما ان انت تمسك الغصن، وان انت تحاول ان انت تقطف وتزيل الاوراق عن الغصن. الكلام ده مهم جدا زي ما احنا شايفين كده في الصورة. لازما تخلي الغصن نظيف تماما وخالي تماما عن اي ورقة، حتى لا يؤدي ذلك الى اي تعفن والى اي مشكلة. زي ما احنا شايفين بنقوم بإزالة الورق تماما عن الغصن. السبب الأساسي يا جماعة لفشل زراعة النعناع بواسطة الأغصان، طبعا هو اختيار أغصان ضعيفة، اختيار أغصان يعني تكون ضعيفة جدا، فده بيؤدي إلى فشل زراعة النعناع. الطريقة الأولانية ديت يعني أن أنت تزرع النعناع عن طريق الأغصان. طبعا لازم تحاول اختيار أغصان يعني بالشكل اللي قدامنا ده، هو أغصان تكون بنية لونها يكون بني، أغصان تكون ناضجة. طبعا إذا لم تجد أغصان ناضجة فحاول الزراعة بقى أحسن من البذور. يعني خلي بالك، تابع معنا الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لنا إعجاب. هنجيب كوب يعني به ماء، وهنحاول إن احنا نسيب ونضع نصف الغصن تقريبا في الماء، نضع نصف الغصن في الماء زي ما احنا شايفين كده، وهنسيبه في نضع الكوب دوت في مكان يصله الضوء، يعني ضوء لكن نبعده عن أشعة الشمس. طبعا بعد 10 أيام احنا شفنا هوت طبعا الجذور بدأت تبان، وطبعا لازم تقوم بتغيير المية يعني على طول، يعني كل 3 أيام كده تغير المية عشان ما يحصلش عفن أو يحصل مشاكل. بعد كده طبعا بنأتي بخليط من التربة رملية، يعني تربة خفيفة سهلة المساس، أي قصيص بقى عندك في البيت. وطبعا النعناع بينمو في أي تربة، يعني أي تربة موجودة عندك في البيت يعني، لكن كلما كانت التربة طبعا جيدة التهوية طبعا وغنية بالعناصر، طبعا ده يعني هيكون أفضل جدا جدا. طبعا أنت مش هتخسر حاجة أبدا إن أنت تعمل لنا إعجاب واشتراك في القناة طبعا عشان الفيديو دوت يوصل لكل الناس. النعناع طبعا نبتة سهلة جدا ولابد من تواجدها في البيوت، وطبعا يعني الصعوبة بتاعتها بتكون في نجاح الإنبات في البداية. في طرق كتيره جدا للزراعه زي ما احنا شايفين كده، ممكن نحطه عشان نحط الجذور زي ما احنا قلنا في الطريقه الاولانيه. نخش بقى طبعا على الطريقه الثانيه، ان انا ممكن اجيب فرع من النعناع وهحاول ان انا احطه او احطه في قلب التربه، وبعدين احط عليه كميه تراب واحاول ان انا ادفنه، واحاول ان انا احط عليه كميه من التراب. طبعا هو هيبدا يعمل معانا فروع زي ما احنا شايفين كده، وهيبدا ينمو ويبدا يتكاثر.